عطيتها عطاني شي وصفه من الحنات كنت كتنفعهم، قالت لي كاينه واحد الوصفه اللي هي سهله ودغيا تقدر. قالت لي خذ ورقات ديال الحنه، ورق ديال الحنه اللي يعني متوفر في جميع المحلات التجاريه. يلا سجلوا العيالات. اها يلا سجلوا. ورقات ديال الزعفران حر ياك، وغنزيدوا عليهم الورد، الورق ديال الورود ديال الورد. الورد البلدي ياك. اييه. وغنديروا في واحد الطاسه وغنديروا معاهم الماء، غير هاد الورود هذه تكون كثر من الماء، يغلبوا شويه الورد على الماء ونغطيو هذيك الطاسه، نسدوا عليها، دوز عليها يومين. نحيدوا هذاك الورد، غيبقى عندنا الماء. هذاك الماء اشنو غنديروا به؟ غادي نشدوه غندهنوه على الوجه ديالنا كل ليله، والصباح نغسلوا الوجه ديالنا. قلت لها اذا شنو غيعطينا من بعد؟ قالت لي غيعطينا انها البشره غتزيد تنقى وغتزيد تبيض، وغتساهم لك كانت شي حبوب ديال حب الشباب غتحيد، او شي قمش في الوجه غيحيد، يعني كاع المسام ديال الجلده الاثار غتصفى، وغيولي الوجه ديالنا مبشور وغيولي زوين كما كنقولوا يعني بشكل يومي. قالت لي المده تاعها وتبقى دير هذاك الماء، وساهل هذاك الماء غيبقى عندها نقي، وفيه واحد الريحه طيبه وزوينه، وممكن تبقى رائحه ديال الوجه ديالها زوينه، وغنشموا رائحه زوينه، وخا تنعس به ماشي مشكل يعني. وما عندي ما نسى لك سفيان هاد الوصفه فعلا رائعه، هذه وصفه من الوصفات تقليديه ديال الجدات ديالنا. وهذاك الماء قالت لك لا فاطمه ممكن السيره تحافظ عليه شحال ديال الوقت تقريبا؟ تحافظ عليه يعني تقريبا واحد الاسبوع اللي غتحافظ عليه، تبقى دير واحد الاسبوع غديرو في قرعه تكون مشدوده ويكون في شي مكان بارد غالبا. ونزيدك سناء ولكل مستمعاتنا اللي كيستمعونا، انها سولتها قالت لي انه هاد الوصفه هذه راه كيستعملوها العريسات ديالهم في المنطقه، ومعروف عليهم ان العروسه قبل ما تمشي عندها واحد سبع ايام وهي كدير في هاد الوصفه هذه اللي هي سهله. وما عندي ما نسالك هاد الوصفه اذا صالحه للعريسات، وحنايا غادي نبقاو معاك سفيان دائما من مكناس.